اتعلم مع عزوز، اتعلم مع عزوز ازاي تعمل قهوة، ازاي انك انت تستمتع بيومك. ولما اعمل حاجة كويسة، حاجة مثلا تفيد الناس من معلومات، حاجات مفيدة سواء كان رياضة، حاجات في علم النفس، ايا كان نصايح بنزلها، اتعلم مع عزوز. اللي خلينا اقول لكم من اول ما فتحت القناة، اتفاعلوا، مش انكم تشتركوا في القناة وثم بكم، مع احترامي لكم جميعا. التفاعل، ايه هو التفاعل؟ انت اشتركت في القناة، شكرا، شكرا على اشتراكك للقناة. انت اشتركت في القناة، اعمل تفعيل جرس، عجبتك قناتي لايكات وشير ودعم. اما اللي بيشتركوا في القناة ما يدفعلوش لا لايكات ولا سير ولا دعم، يقول عزوز استمر 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 في ايه؟ قدروا الواحد شوية، قدروا الواحد شوية. انت الواجب عليكم التفاعل، ومحدش بعد كده يطلب مني انزل مش عارف عن ايه وعن ايه وعن ايه. واجب عليكم التفاعل، هتتفاعلوا هستمر انا من غير ما حد يقول نزل ويعمل، انا بنزل من غير، بنزل فيديوهات من غير ما حد يقول لي. واللي بيطلبوا مني تمارين مش عارف ايه وتمارين ايه وتمارين، انا بنزل من غير ما حد يقول لي، الحمد لله، وانا مش بأثر مع حد. انتوا بس قدروا الواحد شويه، هتتفاعلوا هستمر، مش هتتفاعلوا خليكم زي ما انتوا كده، لان دي حاجه تضايق الواحد فعلا، ودي حاجه تزعل. لما 4000 مشترك اللي 2 و3 بس اللي تفاعلوا، ليه احنا فين؟ احنا هنا. وتقول لي استمر، انت الاول اتفاعل والباقي المشتركين كلهم اتفاعلوا. وشكرا لكم.